القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما. لذلك أنا أقول للغرب إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية ضد المسلحين والمخربين والمشاغبين ومن يدعمهم هي أقل ما يمكن، والشعب السوري يطالب بأكثر من ذلك بكثير. طيب. لإنهاء هذه الحالة اللاطبيعية في سوريا. جهاد في سبيل الله يعلن تحت علم أمريكي، جهاد في سبيل الله عز وجل يقوده السفير الأمريكي، جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى يخطط له السفير الأمريكي، ثم يصر إلى أن يكون هو المشرف على التنفيذ، ونسميه جهادا. يقول لنا ربنا: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ونقول بلسان الحال: بل سنتولاهم نحن أعلم. السوريون يرفضون التدخل الأمريكي في الشؤون السورية، ويعتبرون زيارة السفير الأمريكي إلى حماة تحريضية ومعرقلة لجهود حوار الوطني. هو روحته على حماة فتنة، رايح للفتنة ورايح للإصلاح هو. وبعدين نحن أخي بالنسبة لسوريا كل زي نعمة محسود. نحن محسودين أولا على استقرارنا، محسودين على رئيسنا، محسودين من جميع النواحي على خيراتنا. نحن أسرة واحدة، عائلة واحدة بسوريا، جميع الطوائف جميع الملال إيد واحدة، ما حدا بيفرقنا. شو فوته هذا على حماة؟ طبعا واضح دور امريكا والضغط اللي عم بيصير على سوريا من خلال الامريكا، بس طبعا الشعب السوري شعب واعي جدا وقادر يتفهم هذا الموضوع. لو قد ما عملوا الامريكان، قد ما حرضوا الشعب السوري، احنا بنضل كلنا شعب واحد. قد ما حاولوا انه يقسمونا، احنا كلنا رح نضل شعب واحد. التدخل الامريكي اللي اجى لعنا ما حيفيدك باي شيء الا رمي الفتنه، واخر شيء حتطلع ملعون ومسبوب من بلادنا. نحن ما بتعرف شو هن الشعب السوري، شعب واحد بس مفرق، يعني قلب واحد بس باجساد متعدده. نحن اذا انسان منا يعني تعانى من أذى صغير، الكل بنلاقي وقف جنب بعضهم. فأنت يا أمريكا روح التفت لبلادك. أمريكا يعني هي محايدة طبعا لمصالحها، أكيد محايدة لإسرائيل ولسياستها هي، ما بهم أنه مشان الشعب. وهذا طبعا وإذا تحكي شيء وإذا تعمل شيء بالشرق الأوسط طبعا هذا رح يكون لمصالحها مو لمصالح الشعب الشرق الأوسط، ونحن لازم نكون إيد وحدة كلياتنا. في موضوع زيارة السفير الأمريكي إلى حماة، أن هذا الموضوع سيؤجج الصراع ويؤجج الخلافات بين أهالي المدينة، ويعد تدخلا في شؤوننا الداخلية. نتمنى من إخوتنا في حماة أن يعوا هذه المسألة يعني وينتبهوا إليها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الخير لسوريا ولا تريد الخير للعرب بشكل كامل يعني، وإن شاء الله الأزمة في طريقها إلى الحل. هذا تدخل بشؤون سوريا الداخلية، وهذا غير مسموح به. بالنسبة إنا كشعب سوري لا نرغب، لأنه يثير الفتنة وتحريض للمشاكل الداخلية ضمن القطر السوري. أمريكا هي الطرف الأساسي والرئيسي في إشعال الفتن في المنطقة العربية وفي سوريا خاصة. نحن لا نستغرب من زيارة تحريضية للسفير الأمريكي، كونها أمريكا دولة استعمارية وبنيت على أساس استعماري ومناصر دائما للصهيونية، فليست جديدة على أمريكا أن تلعب بسياسة الدم وسياسة التحريض. فهذا الأمر لم يكن فقط في سوريا، إنما في جميع هذه سياسة عالمية تتخذها وهي سياسة استعمارية. وجود حماة ليس حبا في أهل حماة وليس حبا في المواطنين، إنه وجوده الاتصال بعصابات وشبكات كانوا معدينها سلفا. ونحن نقول له: تعال وانظر إلى جماهيرنا الصادقة التي خرجت بوعي وحس بالمسؤولية والوطنية لتعبر
عن حبها ولائها لوطنها. بده يكون يعني يوعظ الناس ليفتن، واحنا نعول على الخيرين بحما وبغير مكان انه هذا الوطن وطننا كلياتنا، مو مسجل باسم احد، هاي سوريا، سوريا للسوريين ككل. على السفير الامريكي ان يخرج من حما، سمع شلون مؤامره صهيونيه، سمع شلون ودخل بدون اذن، يجب ان يخرج من حما. السفير الامريكي شو يروح يعالج مواضيعهم نفسهم، احنا نعالج مواضيعنا نفسنا، يعني ما فدنا اي تدخل. انا كعربي سوري ما اقبل اي اجنبي يتدخل بسوريا بامورها، احنا مثل العائله، بيت واحد، كل سوريا بنوبه، احنا لحمه واحده وشعب واحد وقلب واحد، واحنا ما بدنا اياه لا تدخل ولا امريكا ولا فرنسا ولا بريطانيا. انا برايي هذا التصرف غير مسؤول، يعني هذا المفروض يكون سفير، يكون اعلى من هالشيء هذا، فالمفروض يتحاسب عليه، يتحاسب عن طريق بلده عن طريق حكومته. هذا التصرف ما مسؤول نهائيا ومرفوض نهائيا. هذا موضوع ما لازم ينسكت عنه، هذا لازم ينحط له حد للوضع، لانه معروف يعني تآمر امريكا والدول الغربيه واسرائيل، هذا الشيء ما مألوف، ما متعودين على الشيء. يعني زياره ومؤامره، يعني هي تكمله للمؤامره والتحريض ضد الشعب السوري، يعني تفتيت للاستقرار السوري، هي بتنفهم. بدل بشكل كامل على تورط الجهات الامريكيه بالشيء اللي عم يصير عندنا بالبلد، والدعم اللي عم يقدموه للناس للاسف، يعني بنقول للاسف اللي تورطوا بالاشياء اللي عم تصير من تخريب ولا دمار للبلد بشكل عام. الدليل القاطع اثبت انه الولايات المتحده الامريكيه هي وراء كل الفتنه، وخاصه هي عم تمول هالناس هي، هدول ما مسمين نحن معارضين لان ما تحت سقف الوطن، هي عم تمولهم بالسلاح. سوريا دوله حره ومستقله وعضو بهيئه الامم المتحده، ونحن ما بنسمح لاي شخص كان يتدخل، يروح يصلحوا اوضاعهم الداخليه هون قبل ما يتدخلوا بشؤون الدول الاخرى. بدي اسال سؤال للسفير الامريكي، هل يجوز لنا التدخل في الشؤون الامريكيه؟ أنا لي وجهة نظر كمواطن عادي، أتمنى من وزارة الخارجية السورية طرد السفير الأمريكي من أراضي الجمهورية العربية السورية. تدخل السفير الأمريكي الذي حدث يوم أمس واليوم وزيارته لمدينة حماة دليل واضح على التدخل السافر لأمريكا وعملائها في المنطقة لزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة بشكل عام، وهو دليل واضح على خدمة أمريكا للمصالح الإسرائيلية بالمنطقة. زيارة غير مقبولة إطلاقا، خاصة في هذه الظروف، وأنه تدخل سافر في الشؤون الداخلية السورية، إضافة أنه غير أخلاقي، وهذا يعبر عن فشل السياسة الأمريكية في سوريا نتيجة الأحداث التي دعمتها، وهذا يثبت أن أمريكا هي لاعب نشط في الأحداث في سوريا، وعلينا أن نقف وقفة رجال في هذا الموضوع، وننبه أهلنا في حماة على هذه الخطوة أن يقاوموها بكل المعطيات التي تخدم لحمتنا الوطنية، وأن جاء ذلك في هذا السياق فهو غير قادر لا هو ولا أمريكا على اقتحام اللحمة الوطنية السورية، وأن المؤامرة فشلت تماما، هو يخدم مشروع صهيوني في المنطقة، عجزت كل القوى العالمية أن تدخل في سوريا وأن تفعل الأحداث فيها من قتل وتدمير وتدعيم للعصابات الموجودة، هو أثر هذا الدعم الأمريكي الصهيوني في منطقتنا وخاصة في سوريا. أقول لأبناء الوطن اللي ما بيشوفه من الغربال بيكون أعمى، كلنا يعلم أن أمريكا هي أب وأم لإسرائيل، وهي داعمة لإسرائيل، وإسرائيل هي ابنها المدلل، ولا يمكن لي في يوم من الأيام أن تكون أمريكا تحب سوريا وترعى مصالح سوريا على حساب أنه إسرائيل والله شو هي تريد السلام أو ما شابه ذلك. وأنا أقول لأهلنا في حماة النواعير ستتكلم، النواعير تعن من زمن بعيد، والآن ستتكلم وستترجم حروفها لكلمة قديمة كان يقولها أجدادنا في المصائب. إغراب البين، مين دلك علينا؟ رب ضارة نافعة، إنما قام به السفير الأمريكي من زيارته خلصة إلى مدينة حماة ما هي إلا إثبات قاطع على التدخل الأمريكي المباشر بإدارة أعمال الفتنة في سوريا. ولكن أناشد جميع شباب هذه الأمة في سوريا العربية أن يتنبهوا جيدا إلى عمق المؤامرة وقوتها ودعمها من أمريكا.
أكدت الدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية في حديثها للبي بي سي أن زيارة السفير الأمريكي إلى حما قوبلت باحتجاج شعبي شديد، وهي دليل على إخفاق أساليب الغرب في إثارة القلاقل في سوريا. أشارت الدكتورة شعبان إلى أن هناك احتجاجا واستياء شديدا من قبل الشعب السوري حول بيان وزارة الخارجية الأمريكية أمس بوجود السفير الأمريكي في حماة، مؤكدة أن السفير الأمريكي لم يطلب إذنا بزيارة حماة التي وصلها في لحظة محاولة أهل المدينة حل المشكلة، يعني أنه جاء لمنع حلها. وقالت الدكتورة شعبان إن هذا الأمر يشكل تصعيدا من قبل السفير الأمريكي، مشيرة إلى أنه لم يسبق لسفير أن زار مدينة فيها مشكلة مثل حماة دون تصريح، والأهم من ذلك أن يصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية بيان يقول إن السفير موجود في حماة وأنه يعتزم البقاء حتى يوم الجمعة. وتساءلت الدكتورة شعبان كيف وصل السفير الأمريكي إلى حماة في مناطق يقطع طرقها المخربون والمشاغبون وحملة السلاح، ومن أوصله إلى جامع سريجة في المدينة في الساعة 6 من مساء أمس دون أن يتعرض له أحد من المسلحين الموجودين في الشوارع والذين منعوا الموظفين في مدينة حماة من الوصول إلى وظائفهم لليوم الرابع على التوالي. وأشارت الدكتورة شعبان إلى أن السفارة الأمريكية طلبت إذنا للملحق العسكري الأمريكي للذهاب إلى حماة ولم يعطى ذلك الإذن، وذلك عشية التوجه إلى الحوار الوطني بين كل شرائح المجتمع السوري، وهذا يعطينا رسالة أن الولايات المتحدة تقول لا للحوار. وأشارت شعبان إلى أن هناك عددا كافيا من المعارضين الوطنيين من كل شرائح المجتمع التي ستحضر هذا الحوار، لكن لم نسمع كلمة من الغرب تشجع الحوار بين أبناء الشعب الواحد. أصبحت القصة واضحة حين يذهب سفير الولايات المتحدة إلى حماة ويدخل في مناطق لا يستطيع أي مواطن سوري أن يدخلها إلا إذا كان مع المسلحين. هذا سؤال يطرح عليكم، كيف وصل إلى تلك المناطق وأنتم لا تعلمون؟ لا، ونحن لا نعلم. أنا أريد، لذلك أنا أقول للغرب أن سوريا تتصرف بالقدر الأقل بالنسبة لأحداث الشغب هذا. وأنا أريد أن أسألك، لو كانت هناك أي مدينة غربية أتى بها مسلحون ووضعوا حواجز على الطرقات ومنعوا الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم، ماذا كان يحصل؟ كانت المدينة سوف تقصف بالطائرات وكانت سوف تتعامل بالدوزرات. لذلك أنا أقول للغرب إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية ضد المسلحين والمخربين والمشاغبين ومن يدعمهم هي أقل ما يمكن، والشعب السوري يطالب بأكثر من ذلك بكثير. طيب، لإنهاء هذه الحالة اللا طبيعية في سوريا. وقالت شعبان إن الغرب يرفض أن يعترف أن هناك مسلحين وأنهم يقتلون أبناء شعبنا ولم يدن ذلك، ومن هو من المعارضة السورية أدان هذا الأمر أيضا، مؤكدة أنه لابد من إدانة القتل في سوريا ولابد من إدانة العنف والتخريب، مشيرة إلى أنه لا توجد دولة في العالم تسمح بحرق وتخريب ممتلكاتها وإثارة الفوضى. وردا على سؤال حول الإصلاح والتغيير نحو الديمقراطية في سوريا، قالت شعبان إن الإصلاح والحوار والتغيير وردت في خطاب السيد الرئيس بشار الأسد وهو برنامج كامل للإصلاح، مشيرة إلى أن طلاب الشهادات لم يستطيعوا تقديم امتحاناتهم في حماة والمعامل أغلقت والمحال تغلق بتهديد السلاح، وهذه حالة غير طبيعية. وجوابا على سؤال حول مؤتمر الحوار الوطني في 10 من الشهر الجاري ومع من سيكون الحوار في ضوء رفض قوى المعارضة له، قالت الدكتورة شعبان إن من رفض الحوار هم بعض الأشخاص وهذا شأنهم، وهذه لحظة وطنية، وفي اللحظات الوطنية الحادة يجب أن تكون المعارضة والحكومة وكل شرائح الشعب يدا واحدة لخدمة البلد، مشيرة إلى أن هناك الكثير من المعارضين الوطنيين وكل شرائح المجتمع السوري سوف تحضر هذا الحوار. القادمون إلى الحوار من كل الشرائح ومن كل الأطياف فلهم التمثيل الحقيقي في الشارع السوري، وهم الذين سوف يسيرون بهذا الوطن قدما إلى الأمام بالتوجه الديمقراطي والتعددي الذي تحدث عنه سيد الرئيس بشار الأسد بالتفصيل.
وردا على سؤال حول المظاهرات التي يتوقع أن تخرج في المدن السورية اليوم، قالت الدكتورة شعبان: ربما هذا سبب التحريض الموجود اليوم في حماة، وربما هذا سبب وجود بعض السفراء اليوم في حماة لكي يضمنوا أن هذه المظاهرات تخرج في المدينة، مؤكدة أن الشعب السوري رد في الأسابيع الماضية بمسيرات مليونية في كل محافظاته ومدنه، وربما هذا هو السبب الذي أدى بالآخرين إلى اجتماعات في باريس مع الصهاينة وإلى محاولة التدخل شخصيا في حماة من قبل بعض السفراء. وسوريا سوف تكون بخير وسليمة ومعافاة وتستأنف دورها الإقليمي والدولي، مؤكدة أن كل ما وعد به الرئيس الأسد سيطبق قبل نهاية أيلول القادم.